أولا بالنسبة يعني اللقاءات الإيرانية الروسية هي ليست جديدة. إيران لديها علاقة استراتيجية مع روسيا، ويعني بينهم تعاون، ونحن يعني لسنا وصية على أحد، وليس علينا وصية أحد أيضا. بالنسبة للتنسيق، ويعني يعني تابعنا وتتابعنا وتتواصل بنا الصحف ووسائل إعلام غربية كثيرة جدا عن هذا الأمر، تحاول أن توجد أجوبة لكثير من التساؤلات التي تدور في أروقة يعني في الأروقة الغربية. نحن لسنا معنيين أبدا أن نطمن مخاوف الغرب، نحن يعني من حقنا أن نتعاون مع من نريد يعني، ونحن على تواصل مع معظم دول العالم، ولا يحق لأحد أن يحاسبنا أو أن يسألنا لماذا تذهبون يمينا أو يسارا أو لماذا هذه الجهة. يعني الغرب يستهدف الشرق بإجمالا، بمعظم دول الشرق مستهدفة من قبل الغرب، وهذا صراع قديم. فأن تتعاون هذه الدول هذا أمر طبيعي جدا، لكن في نهاية المطاف أمام هذه التصريحات وأمام هذه التسريبات لسنا معنيين بأن نطمن مخاوف أمريكا وأن نطمنها من هنا وهناك، هذا ليس عملنا يعني، هذا عملها هي. فنحن لا شك أننا لدي يعني لروسيا وللصين مواقف إيجابية في مجلس الأمن، سواء ضد العدوان على اليمن أو ضد أيضا العدوان على غزة، صوت إلى حد ما يرتفع. في نهاية المطاف نحن لا نعول عليهم لإيقاف العدوان أو ما إلى ذلك، فإذا كانت الدول العربية المعنية لم تفعل شيئا لغزة، فليس مطلوب من روسيا وفلسطين أن تأتي لتقاتل بديلا عنا يعني. المطلوب منا نحن أن نتحرك وأن نقوم للدفاع عن أنفسنا، لكن إجمالا لدينا علاقة جيدة، ونطور هذه العلاقة بأي شكل من الأشكال بعيدا عن مسألة النفي أو الإثبات في مواضيع يطرحها الإعلام الغربي.